كوفي شوب. الو، مين معايا؟ اهلا اهلا يا استاذ شوقي، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. انا رافض، الله يخليك. انا سامونا من فضلك. من فضلك اديني المتر. ايوه ايوه استاذ شوقي انا معاك. صوتها بيجد العصب، بينرفزني. قرف. ايه ده يا استاذ؟ جبت زفت اللي تسوق. صحيح فعلا يا فندم، اللي تزوق دايما صوتها عالي وينرفز. هي مين دي؟ منى يا فندم. منى مين وكلام فارغ مين؟ احنا طالبين قهوه وعصير، مش قرف وزفت. يا فندم بيبقى حصل في السوق تفاهم عند حضرتك يا فندم. يا فندم العصير جه مع القرف لما صوتها عالي، وانا بصوت بالقهوه منى خلتها زفت. بس حضرتك اوعى. خلاص يا استاذ، ممكن بقى تسيبني عشان اشرب الزفت اللي سيادتك جايبه؟ بالهنا والشفا يا فندم، بالهنا والشفا. 100 مرة أقول لك بطلي صوتك العالي اللي بينرفز ده. إيه كده يا أبو دعيدة؟ ممكن تقوليها بصوت واطي؟ سمعت؟ البنت دي هطلة. إيه مخلوف، اتأخرت ليه؟ في إيه أنت كمان؟ الأستاذ شوقي وصل من الإسكندرية بالسلامة ومستنينا. على فكره جبت لك المكياج اللي انت عايزاه. الله يسلمك. طيب طيب انا نازل لك حالا. يلا اولاد، كل واحد ينقي له قميصين بقى على مقاسه على قد الفلوس اللي فاضت معايا. طول عمر ذوق حضرتك يجنن. كروهات الف حمد لله على السلامه. طول عمر ذوق حضرتك يجنن. كروهات الحمد لله على السلامه. انا زنقت. اتفضل يلا اختار لك قميصين. لا لا لا، انت اللي تختار يا رأفت. لا ما يصحش، انت متر الاول. لا لا، اختار انت يا رأفت. اختار انا. انا اختار كروهات. حلوين قوي دول كويسين قوي فعلا. هايل ذوقك، طول عمره جاني يا رأفت. متشكر قوي يا رأفت. يلا اختار انت لنفسك. ايه ده، ولا بختار لي ولا بختار لك؟ لا لا لا، هو في فرق بينه وبينك؟ بتختار لي طبعا يا كابتن. الله يا مان. اخد انا كروهات. اهلا اهلا وسهلا، منورانا ومشرفانا. ايه يا اختي، انت كده بتروحي تقولي عدولي؟ ايش حال بس ان ما كنا ساكنين في عماره واحده والشقه فوق الشقه. مشاغل والله يا اختي. لا لا، ما تقوليش بقى مشاغل. بقول لك ايه بقى، انت لحد دلوقتي ما انتش عارفه تدوري على عروسه لابنك يا ام مخلوف؟ يا اختي يا حبيبتي، ده انا جبت له عرايس ياما وكلهم يتمنوه. طب يا اختي، واهل اللي مقعدوا لحد دلوقتي؟ قال ايه؟
ما فيش واحدة يا اختي جت على هواه. أقول له يا ابني الحق نفسك علشان تقدر تربي لك عيل ولا اتنين، يقول لي أبدا أنا ما اتجوزت بالأسلوب ده أبدا، آه لحد ما الاقي الإنسانة اللي قلبي يتفتح لها واتجوزها. يا اختي بس كده العمر هيعدي عليه وساعتها يدور بقى على اللي ترضى تتجوزه. آه أنا خايفة بقى من كده، وعلى رأي المثل اللي مرضيش بالخوخ يرضى بشرابه. طب ايه قولك بقى، انا عندي له عروسة ما يقدرش يقول فيها تلت التلاتة كام، ادب وجمال واخلاق ومن عائلة كمان. يختي وانت تعرفي ناس زي دول منين يا حبيبتي؟ قريبتي يا اختي. هو ده بقى النسب اللي يشرف. طيب شوفي بقى امتى هو يحب يروح يشوفه وانا اروح اقول لهم على طول. مش هيوافق مش هيوافق، ما تتعبيش نفسك يا اختي. بس هي اللي ترضى بيه؟ إيه لا ده انا ما اقصدش هو ولا هيروح ولا هيجي، ما هو مش بيرضى بالطريقه دي. لكن بقول لك ايه تيجي نتفق انا وانت كده نشوف طريقه يعني يشوفوا بعض من غير لا نقول له ولا نقول لها ان موضوع جواز. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. أنا عايز حضرتك تطمني، اعتمدي عليا كل شيء هيبقى تمام. تفضل حضرتك قاعة معينة في الفندق؟ ليش قاعة؟ العدد مش كبير لهالدرجة، ليش ما نعمله في الصالون تبع السويت تبعي؟ خلاص يا فندم، سبيشال بارتي في السويت. العدد في حدود كام؟ مش كتير، 10 بس كلهم VIP يا كابتن. متر يا فندم متر. على العموم يا فندم كل اللي بيجي من طرف سعادتك لازم يبقى VIP. كل سنة وحضرتك طيبة. يا كابتن هذا مش عيد ميلاد حقيقي، هيدا عيد ميلاد بزنس، يعني رجال الأعمال جايين بدهم يحتفلوا بالبزنس، بدهم يحكوا في البزنس. فهمت. لا طمني من ناحية طمني. يا ريت كمان أنت تشرف عليه بنفسك، حكون مطمئنة كتير لأني معجبة كتير بأسلوبك. ده تقدير يا فندم أعتز بيه وشرف كبير ليا. حضرتك تأمري بحاجة تانية؟ ميرسي ميرسي كتير يا كابتن. متر يا فندم والله متر. عن إذنك يا فندم. المتر اللي عنده؟ قد حضرتك المتر مخلوق. ايوه. طب حضرتك عايزه؟ ايوه عايزه. اتفضلي سريعه دي واحده نهول. انا صوتك المزعج ده ايه؟ عاوزه ايه؟ يا سلام، يعني هو لا كده لا كده؟ بطلي هطل بقى واتكلمي. في واحده ست مستنيه جوه. واحده ست؟ واحده ست زي القمر زي لعبه القشطه. ايوه يا عم. ايه اسكتي. ايه انت عاوزه تفتحيني ولا ايه؟ انت غريبه غربانه وعجيبه عجبانه عمري. لا جديدة دي. هي ايه اللي جديدة يا مخلوفتي؟ انك تجيلي الفندق. اصلك وحشتني اسبوع بحاله، لا شفتك ولا سمعت صوتك. ايوه بس ما توصلش للدرجات دي، انا شكلي بقى وحش جدا قدام زملائي. اقول لهم ايه لما يسألوني مين الست دي؟ يا سلام قول لهم مراتي. هو احنا مش متفقين على الجواز ولا تكونش ناوي ترجع في كلامك؟ الله جرايا يا مخلوف، انت بتتلفت كده ليه؟ زي ما اكون خايف لحد يشوفني معاك. لا ابدا، انا اصلي كنت عايز اقولك انه يا ريت ناجل موضوع الجواز ده شويه. ناجله ليه بقى؟ ما انت عارفه يا ناهد البير وغطاه. وانا طلبت حاجه منك يا مخلوفتي؟ ما انا قلت لك كل حاجه عندي، فلوس وعندي، شقه وعندي، عربيه وعندي، عيال وعندي، مش ناقصني حاجة غيرك انت يا مخلوفتي. انا بصراحة ما حبش واحدة ست تصرف علي. هو
في فرق بين فلوس الست وفلوس الراجل؟ فلوسي هي فلوسك. أيوة بس ولادك ولادك يا ناهر. لا بايخة ولادي لسه صغيرين، هيكبروا معاك وهيقولوا لك يا بابا، وأنا من دلوقتي عودتهم إنهم يقولوا لك يا بابا. بابا أيوة بس جيرانك ناهد، جيرانك أيوة يقولوا إيه لما يشوفونه داخل خارج ده؟ لا ناهد بايخة. يا سلام، هيقولوا إيه يعني؟ وإحنا هنتجوز في السر؟ ده إحنا هنتجوز على سنة الله ورسوله. جرايا مخلوف، أنت بتتهرب مني ولا إيه؟ ما تحسسنيش إن أنا اللي بطردك وعايز أتجوزك وأنت مش عايز تتجوزني. حدد موقفك دلوقتي حالا، هنتجوز ولا لأ؟ ها قلت إيه؟ هقولك ايه بس يا ماما، هقولك ايه، احنا فين ويوم الخميس فين يا ابني؟ انا بقولك من دلوقتي علشان تعمل حسابك، الست ام اسلام عزمانا في عيد ميلاد ابنها، وبعدين ما يصحش لان احنا بقى في عمارة واحدة والشقة فوق الشقة. يا ماما البركة فيك انت، روحي انا ماليش في الكلام ده. لا شكلنا هيبقى وحش قوي. ايوه لو انت ما روحتش ولا اعتذرت ولا اتحججت لك باي حاجه، وبعدين ده عيد ميلاد ابنها الراجل، اروح انا بقى اعمل ايه؟ وبعدين بقى هي منبهه عليا وقايله لي انا مش هقبل اي اعتذار علشان كده. حاضر يا ماما، حاضر ان شاء الله يوم الخميس. انا هيبقى فيه يوم الخميس. صحيح يوم الخميس. ايوه ماما يوم الخميس. اوعى تنسى يوم الخميس. لا يا ماما مش هنسى الخميس. مخلوف يوم الخميس. حاضر يا ماما يوم الخميس. بقولك ايه، سيبني في حالي وملكش دعوه بيا نهائي. شكلك كده في حاجه وعايز تفضفض لي بيها زي كل مره. قول اتكلم، احنا اصحاب قبل ما نكون زملاء. رافت انت عارف فعلا ان انا بثق فيك جدا. انا فعلا محتاج حد اتكلم معاه. انا مش عارف اعمل ايه. يا للدرجه دي؟ اتكلم يا متر اتكلم. الست اللي جات لك امبارح ده انت مصيب، عرفت ازاي؟ انا رأفت خبره تاريخ. مالها؟ عايزه تتجوزني. الف الف مبروك يا متر، الف مبروك الف مبروك. اتنين اسكت فيه ايه؟ انت عايز تورطني ولا ايه؟ ورطك ليه؟ مش جواز ده ولا ايه؟ ايوه بس اصلها متطلقه. ويعني؟ يعني عايز نتجوز واحدة متطلقة؟ فيها ايه؟ انت لما عرفتها ما عرفتش انها متطلقة؟ ايوه طبعا كنت عارف. طب ايه الجديد؟ يعني فكرت وقلبتها في دماغي وقلت لنفسي معقول واحد يطلق واحدة قوم انا اتجوزها؟ يعني ده شقة وعربية وفلوس في البنك. بتحبك؟ ما يعني هتتجوزني عشان بتكرهني؟ طب كويس قوي، فين بقى المشكلة؟ المشكلة يا بني آدم دي كانت متجوزة واتطلقت. طب وفيها ايه؟ ما كانش ليها نصيب مع جوزها اتطلقت منه، ايه هتحاكمها؟ ايوه بس يعني معقول اتجوز واحدة واحد غيري قال رأيه فيها وطلقها؟ كونه طلقها يبقى هي لا تصلح للجواز. طب مش عرفك، مش يمكن هو يكون مقرف اتخنقت منه طلبت الطلاق؟ طلبت ما طلبتش، النتيجة واحدة، هي اتطلقت جوزها طلقها، يبقى انا اتجوزها ازاي؟ منطقك غريب. ده انت الغريب وعجيب. بقولك ايه، كل بسرعه عشان نروح نشوف الكافتيريا حصل فيها ايه. زمان البت الهطله دي مبوظه الدنيا. مين؟ منى دي نسمه، منى دي كروان. عشان خاطر يا متر، عشان خاطري، خف عليها شويه. ها بقولك ايه، دي صوتها بيركبني العصبي. اتفضل
الله الله على الصوت الجميل. في يا استاذ أميسة، قولي أحبك كي تزيد وسامتي. أرجوك يا استاذ. لو سمحتي أنا ضرب شريف، أنا لسه ما خلصتش كلامي. عيد يا استاذ. أنا حاسة إنك الساعة 3:15 فوق كوبري 6 أكتوبر، وإن شاء الله مش هتندمي يا استاذ. أنت اللي هتندم لو ما مشيتش من هنا من غير ما ترد. وقفة، إيه اللي بتعمله ده؟ أنت جننت؟ لو سمحت يا متر، لو سمحت الراجل ده لازم يدفع الحساب ويمشي من هنا فورا. مش مشي، مش همشي، انا زبون هنا. والزبون دايما على حق، لكن انت على باطل يا استاذ. عارف ليه؟ لانك مش عارف قيمه المكان اللي انت قاعد فيه. لا يا استاذ، انا ما اسمح لكش توجه لي الاهانات دي كلها، لكن معذور طبعا، معذور، لانك ما انتش عارف انت بتكلم مين. لو سمحت هات الفيزيته. ليه؟ الحساب يعني، ولا اقول لك بلاش تجيب الحساب، انا لسه ما شربتش قهوه. ايه كويس يا ابني، انا عرفت دلوقتي انا بكلم مين. يلا يا حرامي، لو يلا حرامي سيب السكته واستناني شويه. لو سمحت اتفضل. عيب يا استاذ. بدهولها يا اخي. امشي امشي يا حرامي امشي. الله، اجمل صوت سمعته في الدنيا دي كلها. شكرا. اوعي. كان قلبي حاسس ان هتحصل مشكله من وراها، صدقتني يا رفض. طب هي ذنبها ايه؟ هي ما لهاش اي ذنب، مسكينه. وبعدين يا متر انت شفت كل حاجه بعينيك. المهم ان في مشكله حصلت. طب وانا مالي؟ هو انا يعني اللي قلت له عكسني؟ صوتك ارحميني. اتفضلي وروحي اتغدي، اعملي اي حاجه، امشي من قدام الساعه دي. حاضر يا كابتن. وانت يا استاذ افندم. انا راسك يا اخويا. قول لي بقى يا استاذ، انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايه ايه يا متر؟ حكايه ايه؟ شافك كده نحنوح الايام دي قوي مع البنت اللي اسمها منى. خف عليا يا متر، دي غلبانه يا متر. منى دي نسمه، ولا غيرتك عليها وانفعالك على الزبون ده بيؤكد ان في خط مفتوح بينكم يا استاذ. لا ارجوك يا متر ما تظلمهاش. انا صحيح معجب بيها، لكن انا لا فتحتها ولا هي تعرف اي حاجه عن الموضوع ده. رافض، انت معجب بمنى؟ معقوله؟ وليه مش معقول يا متر؟ ليه مش معقول؟ انا حتى كنت بفكر اوسطك عشان تفتحها في الموضوع وتعرف رايها ايه قبل ما تقدم لها واطلب ايدها الجواز. وعايز تتجوزها؟ ويا ريت يا متر، يا ريت يا ريت تمشيلي في الموضوع ده. منى؟ طب ازاي؟ دي هطلة ومتخلفة وصوتها بيركبني العصبي. معقولة فيها شيء كذاب أنا ما خدتش بالي منه؟ معقولة فيها شيء متميز لدرجة إن رأفة تتعلق بيها بالشكل ده وعايز يتجوزها؟ ولا الراجل الزبون اللي كان هيتجنن عليها؟ غريبة. منى، صباح الخير يا منى. صباح النور. لا حلوة ولا مش حلوة؟ على فكرة احنا بنحبك قوي، علشان كده احنا بنيجي هنا انا والاستاذ. انا متشكرة، وانتوا منورينا خالص. كلهم شايفينها حلوة، حتى رافض اكيد حلوة. ازاي انا مخدتش بالي من الموضوع ده؟ دي زي الامر. منى، عنك يا منى. معقول يا متر؟ وماله يا منى، انت بتتعبي ولازم تستريحي بقى. اكل العيش مر يا متر. اكل العيش؟ انت يظهر ما بتاكليش خالص يا منى، خسه وهفتانه. بقولك ايه، انزلي تحت كده في المطعم قولي للشيف اديني الوجبه بتاعت المتر، كليها وتغسلي. معقوله؟ معقوله اكل اكلك
ايوه ايوه يا منى بالهنا والشفا. شكرا. هو في ايه؟ بالهنا والشفا يا منى. شكرا. ها رفض؟ ايه يا رفض؟ شايفني شايل الصينية وواقف تتفرج؟ لا مؤاخذة كلمتها؟ كلمت مين؟ منى. منى في ايه؟ في موضوع جواز. الجواز؟ اه لسه لما تأكد الأول من مشاعرها يا رأفت. لسه شوية كده. شوف شغلك. وفي ايه؟ هيكون في ايه يعني؟ يا ابني دي جارتنا وعزمان على عيد ميلاد ابنها. تقومي كل يوم وكل ما تشوفي وش يا ماما تفكريني بالموضوع ده؟ لا يا ماما لا، انا حاسس ان الموضوع ده فيه ان في حاجة مريبة يا ماما انا مش فاهمها ولازم افهمها. انا هقول لك، انا مش هكذب عليك، صحيح الكذب خيبة، اصلي الست ام اسلام جايبة لك عروسة علشان تشوفها. يمكن. يمكن ايه؟ ما انت عارفة اني برفض الجواز بالطريقة دي. وانا شايفة لك طريقة تانية. يا ابني يا ابني حرام عليك، انا نسي اشوفك متجوز كده علشان اشيل عيالك. اطمن يا ماما هيحصل. صحيح. ايوه صحيح، خلاص لقيتها. يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض. الواد رأفت يا ماما هيموت عليها ونفسه يتجوزها، وانا شخصيا بثق في ذوق رأفت جدا. ها ده علاوه يا ماما على ان مفيش حد شافها الا واتهبل عليها. ابنك بقى يا ماما هو اللي هيفوز بيها. هندسه هندسه استنيك يا منى، الراجل ده لازم يقف عند حده. منى أرجوك يا منى. إيه ده؟ الراجل ده إيه اللي جابه هنا؟ هو ما حرمش؟ استنى أنت يا رفض، سيبهولي أنا هتصرف معاه كويس أوي. استنى أنت يا متر، سيبهولي أنا اللي هتصرف معاه كويس أوي. لا أنا اللي هتصرف معاه أرجوك. استنى. ماشي، ما هو أنت الناس اتفضل. تحت أمرك. أنا بنده على الأنسة. إيه؟ أنا مش عاجبك ولا إيه؟ ها؟ إيه حكايتك؟ كل شوية تتنطط لي هنا. أنت عايز منها إيه بالظبط؟ أرجوك ما تفهمنيش غلط يا أستاذ، أرجوك قدر شعوري. أنا إحنا شباب زي بعض، أنا أول ما شفتها أعجبت بيها جدا وبصوتها رحت كلمت ماما وجاي عشان أتجوزها. يتجوزها؟ يتجوزني. تتجوزها؟ ريح نفسك يا أستاذ، الأنسة خلاص اتخطبت. اتخطبت؟ يا قلبي قلبي. اشرب الشربات. رافض انا اتخطبت لمين؟ بس انت افهمته يا متر. هيقعد يتططط لي كل شويه، احنا فاضيين للكلام ده. بس انت كنت عصبي قوي يا متر، مع انك يعني بتعيب عليا. انا اصلي دم حامي، ما احبش الحال المايل ابدا. ايه مالك بتبص لي في ده ليه؟ كويس قوي يا متر انك قلت له انها مخطوبه عشان يحل عنها بقى. اه وهي ما هي فعلا في حكم المخطوبه. ايه ده؟ هي وافقت؟ لسه رفضت، لسه، وخايف قوي يا رفض انها ما توافقش. لا 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 ما تخافش، ان شاء الله هتوافق. انت مؤثر يا متر، مؤثر وكلمتك مسموعه، ولا يمكن يترفض لك ابدا طلب. صحيح يا رفض. اه طبعا. انت شايف كده؟ طبعا طبعا. لو حصل ده يا رفض هتبقى انت الشاهد الاول على عقد الجواز. جواز مين؟ أنا ومنى. وأنا؟ بصراحة رفض أنا بحب منى قوي وعايز أتجوزها. من إمتى؟ ولا هي يعني حلاوة في عينيك لما أنا كلمتك عنها؟ ولا هي يعني الكحكة في إيد اليتيم عجبة؟ إيه اللي حلاوة وكحكة؟ خد بالك أنت بتتكلم عن واحدة هتبقى مراتي. أنت هتجنني؟ شكلك كده هيجنني يا جدع،
يا جدع ده انت كان بيركبك العصبي لما تسمع صوتها. بالعكس بالعكس، ده اتضح ان احلى حاجه فيها صوتها، ويظهر ان هو ده اللي شدني ليها. بقول لك ايه، بقول لك ايه انت يا جماعه، يا جماعه انا مشكلتي عويصه، صعب ان انا اقتنع بواحده واحبها. كويس كويس، انا ما صدقت ان لقيت الانسانه اللي بدور عليها، لكن انت ممكن تلاقي واحده واثنين وعشرة. انتوا يا جماعه سهل عليكم قوي انك تحبوا ببساطه، لكن انا انت ايه، انت ايه يا اخي؟ هو في كده في الدنيا؟ بقى انا بعتك عشان تخطبها لي تقوم تخطبها لنفسك؟ وانا ايه وانت ايه؟ الله، انت صاحبي يا رأفت، عارف يعني ايه صاحبي؟ يعني المفروض تحب لي الخير وتساعدني وتضحي علشاني. خيرها في غيرها يا راجل، خلي روحك رياضي امال. بقول لك ايه، هزعل قوي لو ما جيتش الفرح وشهدت على عقد جوازي. مخلف. انا خلاص ما عندش قادر استحمل دي، ما بقتش عيشه والله. اللي مش قد يتجوز ما يتجوز. صوتك صوتك انا في عرضك. قعدتني من الشغل وقلت ماشي، الست ملهاش الا بيتها وراجلها. صوتك ابوس ايدك، كل ما اطلب منك حاجه جيبها لي بطلع الروح. صوتك بيركبني العصبي، ارحميني ارحميني، حرام عليكي. فيها ايه لما طلبت منك فسيخ؟ حامل وبتوحم، يعني عايز الواد يطلع في وشه فسيخه؟ والله ما كنتش عارف الواد هيطلع له ايه ولا ايه ولا ايه، تفاح ولا موز ولا بامبوزيا ولا بطيخه قرع. اول مره اشوف واحده بتتوحم على 10 اصناف في اليوم الواحد. هو ايه، استنزاف وفي الاخر الحكه؟ الواد هيطلع له. اغسلك بتاعي بقى خلص ربنا. يا سلام، انت متجوزني بقى عشان تجوعني وتذلني ولا عشان تهنني وستتني؟ هي طلباتك بتخلص، ده انت منفض على جيبي اول باول. انا شوف جيبك متنفض على مين؟ تقصد ايه؟ اتكلمي، تقصد امي؟ انا ما قلتش، اديك انت اللي عرفتها لوحدك. بقولك ايه، مالكيش دعوة بامي، بص لنفسك الاول ما تبصيش لغيرك. شوف انت بتعملي ايه، ده انت اللقمة بتستخسريها فيها وتديها لاهلك، اللبس اللي بجيبهولك على طول بتوزعيه على اخواتك والمغفل يجيب غيره. خدي بالك يا هانم، انا فاهم كل حاجة وعارف ايه اللي بيحصل بالظبط. ايه بقى دي اللي قالت لك؟ ما تتجسس عليا ليل ونهار. وفيها ايه يعني؟ اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد تاني. هو انا كنت بتجوزك علشان اصرف عليك انت ولا على اهلك كمان؟ والمهيه، ما انت عارفه المهيه فيها ايه؟ فيها ايه المهيه؟ فيها ولا ما فيهاش؟ انا مالي يا اخويا؟ وبعدين انا مش مراتك المفروض ترفع راسي قدام اهلي؟ تعالى هنا بقى، انا لا يمكن اعيش مع امك الفتانه دي تحت سقف بيت واحد ابدا. لازم تجيب لي بيت لوحدي، اسراري ما تخرجش بره منه ابدا. انا مش هقلع من اي واحده جوزها مهننه وستتها. ايوه يا اخويا، ولا انا وقعت من على الهفه؟ سبت كل اللي تقدموا لي وجوزتك انت. كويس قوي، اتعيط اخرتها دايما عيط. كل ما تتكلمي تعيطي. يا ريت سمعت كل اللي حذروني منك. مين اللي حذرك مني؟ اتكلمي اعترفي، مين؟ اتكلمي. رأفت؟ كان فاكر ان انا هاخد الامل واتجوزها، ما عرفش ان انا شربت مقلب طلع من نافوخي. معقوله شيري هانم سوكت عندنا في الاوتيل؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك، كيفك يا كابتن؟ متري يا فندم. اكيد حضرتك شرفت امبارح بالليل.
ايه والله وصلت متاخر شوي بس مش كثير. انا اسف يا فندم، لو عارف ان شاء الله ميعاد وصول ساعتك اكيد كنت هتلاقي بوكيه الورد في استقبال ساعتك في السويت بتاعك. هذا جنتي كثير منك يا كابتن والله. متر يا فندم، ومع ذلك ملحوقه يا فندم، الغلطه دي لازم تتصلح فورا. تعرف انا من اعجابي كثير باسلوبك لاستقبالك للزباين، حكيت عنك كل اصحابي في لبنان. ايه ده يا فندم، الفي اي بي كلمتيهم عني انا؟ طبعا حكيتهم عنك، حكيتهم عن عيد ميلاد الماضي اللي عملت لي اياه، وقديش الضيوف كانوا مبسوطين، قديش حجم البزنس اللي عملناه. هذا كله بفضلك انت يا كابتن. متر يا فندم، ومع ذلك يا فندم انا اتمنى على طول خدمه سيادتك يا فندم، حضرتك بس تقشري. تعرف انت لو جيت لبنان عنا يا الله كل اصحاب الاوتيلات رح يعملوا عليك مزاد، مش بعيد يخطفوك. يخطفوني؟ مش للدرجه يا فندم. انت ما بتعرف سمعتك قديش حلو كتير في بيروت، عندي واحد صديقي صاحب اوتيلات 5 ستارز حكاني عنك كتير، بده اياك تشتغل مدير للاغذيه والمشروبات. قلت له ما بعتقد يوافق. ليه يا فندم؟ هو مش صديق حضرتك، ما وافقش ليه؟ كرمال عيون صديق التاني، عنده برضو اوتيل 5 ستارز بس بده اياك تبقى مدير للاوتيل كله. شيري هانم حضرتك فاجئتيني، يعني صديقك التاني ده قال كلام يعني بصراحة أنا مش عارف أقول إيه. ما تقول شي، ما تحكي شي، رح نحكي كتير لما تخلص الشيف تبعك، بدك تطلع لي فوق بالسويت رح نشرب الشاي ونحكي. ساعة؟ ساعة عشان ترد على التليفون؟ اتفضلي. أنا تحت أمرك يا شيريهان. من فضلك هلأ كابتن، بدي أشرب فنجان كابتن منيح كتير، لأني مستنية ضيوف صحابي جايين لهون. من فضلك يا كابتن. كابتن كابتن بس عيس. انا تحت امرك يا ست الكل، انا هعمل حضرتك كابتشينو ما حصلش، هعمله بنفسي واجيبه لسيادتك. ايه عن اذنك فارس سلوى، بتتوشوشوا بتقولوا ايه؟ أبداً، أنا أصلي كنت بقوله علي صوتك من فضلك، بقوله تليفون علشان مش سمعك. تليفون علشان؟ لا بقولك إيه، أنا بتعالج، ما بحبش الصوت الواطي، بيركبنا العصبي، لا الصوت الواطي ولا الصوت العالي، الاثنين بيركبونا العصبي. أرجوكي شوفي شغلك. إيه هو في إيه؟ أستاذ شوقي عملت ايه حضرتك في التعيينات اللي انا طلبتها من ساعتك؟ يعني انت شايف الكوفي شوب شغاله قوي عشان اجيب لك تعيينات جديده؟ مش كفايه عينت لك الاستاذه سلوى، عايز مني ايه تاني؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنجيب بند ومطربه في المكان عشان نحيي يعني والمكان يشتغل ونعمل ايراد كويس؟ اتفقنا يا سيدي. طب يا فندم يبقى انا لازم لي استاف جديد، لان الاستاف اللي عندي مش كفايه. مش نشوف بس المطربه دي الاول، يمكن تجيب نتيجه عكسيه. لا يا فندم، دي مطربة كده رمشة وصوتها يجنن، الزباين عندنا هيبقوا كده كده والله العظيم. سمعتها؟ لا يا فندم، بس رأفت سمعها وأنا أثق جدا في ذوق رأفت. طب لما تبقى تسمعها يا حبيبي يبقى قول لي. لا يا روح، لا لا لا. لا طيب حاضر، هكلم الضرورة. مع السلامة. كل ده حضرتك قاعد تتكلم في تليفون؟ ايه قاعد تحب وسايب الشغل ولا ايه؟ انا لا بحب ولا بكره. بعدين بقول لك ايه يا متر، ابعد عني وكفايه لحد كده. هو في ايه؟ كمال شوف لي شيرين هانم شوكت في السويت بتاعها ولا خرجت. شيرين هانم عملت تشيك اوت من نص ساعه ومشى. تشيك اوت؟ دي لسه واصله على وش الصبح. جالها فاكس كده قلقها لما شرطها وطلبت الموزين يوصلها المطار.
انت متاكد يا كمال؟ لا يا مير، مش مصدقني؟ تحب تشوف الفاتوره؟ لا لا لا، فاتوره ايه؟ طيب هي ما سابتليش رساله ولا اي حاجه؟ حاجه زي ايه؟ لا لا لا، مفيش. انا حظي دايما كده. وعندي شقة، وعندي عربية، وعندي عيال، وعندي مش ناقصني حاجة غيرك انت يا مخلوفتي. انت عايزة شغالة؟ عينيا ماما، دي عايزة شغالة. ما تجيب لها شغالة. عينيا هروح اغير والبس وانزل اجيب لك شغالة. خلاص يا اختي هجيب لك شغاله. مين؟ مخلوف؟ مخلوف دبش؟ انا مش مصدقه عينيا. ناهد، انا عايز اتكلم معاكي. معقوله؟ انا مش مصدقه عينيا. معقولة تجيبني في المكان الجميل ده؟ عيني هنا كده قدام الناس؟ ده انت طول عمرك بتهرب بيا بعيد عن عيون الناس، زي ما اكون ما كنتش عايز حد يشوفنا مع بعض. ناهد انا مالك يا مخلوف؟ انا تعبان يا ناهد، تعبان ومش سعيد في جوازي، وعايزك تبقي جنبي. ابقى جنبك ازاي يعني؟ نتجوز. اتجوز بعد ما سبتني ورحت اتجوزت واحده تانية؟ ارجوك يا ناهد ما تحسبهاش عليا جوازه. بس انت اتجوزت فعلا واحده تانية بالاماره، عملت بطاقه عائليه، ولا ناوي تسيبها وتتجوزني ونغير البيانات اللي في البطاقه؟ صعب يا ناهد، صعب، دي حامل وما اقدرش اخد قرار زي ده دلوقتي. طب على فرض ان انا وافقت اتجوزك، عندك امكانيات تفتح بيتين؟ لا، ما احنا هنقعد في البيت عندك، وانت الحمد لله مش ناقصك اي حاجه. ما انا قلت لك الكلام ده من الاول وانت رفضت. كنت حمار. طيب وولاد يا مخلوف؟ لا لا لا، بايخ. ولادك هيبقوا ولادي حبايبي، دول هيقولوا لي يا بابا. طب والجيران يا مخلوف لما يشوفوك داخل خارج عليا كده بدون مناسبه؟ لا لا لا، بايخه خالص يا مخلوف. ايه اللي بوخ بس يا ناهد؟ الله، جيران ايه؟ هو انا هتجوزك في السر؟ انا هتجوزك على سنه الله ورسوله. الله، ده انت فعلا اتغيرت يا مخلوف. انت هتجنني ايه؟ كل ما اعرف واحده تحلو في عينيك.
شوف انا بتكلم على ايه وانت بتتكلم على ايه. انا بتكلم عن الصداقة يا استاذ، الصداقة. ازاي تسمح لنفسك تعرف واحدة انا عرفتها قبل منك؟ هي دي الصداقة؟ وهي الصداقة لو وصلتك تخطب لي واحدة تقوم تروح تتجوزها، ولا الصداقة دي على مزاجك تشكلها زي ما انت عايز؟ ياه ده انت قلبك اسود. ايه انت لسه فاكر؟ فاكر ولا ناسي؟ وبعدين ناهد دي، ناهد دي انت مش سبتها واتجوزت غيرها، ايه عايز ايه تاني؟ عايزك تبعد عنها. ايوه احنا خلاص اتفقنا على الجواز. تتجوزها؟ طب ومنى؟ طب وانا؟ يا رأفت يا رأفت احنا اصحاب، ما تخليش حاجات صغيرة زي دي تأثر على صداقتنا. يا جماعة انا مشكلتي عويصة جدا، صعب ان انا اقتنع بواحدة واحبها، لكن انت ممكن تلاقي واحدة واثنين وعشرة. سهل عليكم يا جماعة انكم تحبوا ببساطة، لكن انا انت ايه؟ انت عملت لي خمل في نفوخي في كده في الدنيا؟ رأفت عيب يا رأفت، احنا اصحاب والمفروض انك تحبي لي الخير وتساعدني وتضحي علشاني. يا سلام، يعني انا اضحي على طول وانت تاخد على طول؟ ايه خلفتك ونسيتك يا اخي؟ يا اخي خيرها في غيرها، خلي روحك رياضيه ومال. ها بقولك ايه، هزعل قوي لو ما جيتش الفرح وشهدت على عقد جوازي. المفاتيح. مين الأستاذ؟ ده المرحوم الله يرحمه أبو الولاد. انت مش شايفه برضو ان الصوره دي المفروض ان هي المفروض، بس بعدين الولاد يزعلوا، اصل ده ابوهم. ابوهم على العموم مش المفروض ان احنا نضيع اللحظه الحلوه اللي احنا المفروض داخلين عليها؟ ها لحظه واحده. اتفضل يا حبيبتي. لحظة واحدة، إيه؟ مش المفروض تدخلي الأوضة كده ماشي صح؟ التقليد القديم. لحظة. لا 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 إيدك معايا، إيدك معايا. أرجوك أرجوك بلاش بلاش، أصل المرحوم الله يرحمه أبو الولاد عملها جاله ديسك في ظهره نام فيها شهر. إيه؟ شهر؟ لا 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 وعلى إيه؟ ده حتى التقليد بايخ ملوش لزوم. اتفضل يا حبيبتي. اتفضل انت الاول. لا يا حبيبتي ليديز فيرست. لا اتفضل انت، اصلا انا مكسوفه. في الاول بس في الاخر. اتفضل يا حبيبتي. مكسوفه منك مش قادره. لا بقولك ايه يا ست انتي، انا اللي بقولك ايه، ما تعليش صوتك، صوتك بينرفزني بيجيب لي العصبي. ما انا لازم احط حد للي بيحصل ده. بلا حد بلا سبت، انت ليك عين تتكلم لما تبقى تصرف على البيت ده مليم واحد من جيبك، ابقى تعالى علي صوتك. ناهد بلا ناهد بلا كلام فارغ، عامل لي البيت ده محطه يوم تنزل فيها وعشره؟ لا لا يا حبيبي الكلام ده ما ينفعنيش، لازم تفهم ان انا مراتك. ايوه ولي حق عليك، ولازم الست مراتك التانيه دي لازم تعرف انك انت بتجوز، ولازم تبات هنا، ولازم تصرف على البيت ده زي زيها. ايوه بس ده ما كانش اتفاقنا يا ناهد. ايوه قول بقى انك انت كنت داخل على طمع. لا يا حبيبي خلاص بح في نيته. يعني ايه؟ يعني القرشين اللي عندي بتوع ولادي من المرحوم ابوهم الله يرحمه، ولعلمك بقى انا حطيتهم وديعه في البنك لمده 20 سنه ما تنفكش. ازاي تعملي كده؟ ما انا لازم اضمن لهم مستقبلهم. انت كنستي امال كنت عايزني اصرفهم عليك وعلى المحروسه الست مراتك في البيت التاني؟ لا يا حبيبي لازم تفهم انك انت من النهارده مسؤوله منك، ولازم تصرف على البيت ده، واللي في بطني ده انت اللي هتصرف عليه. منين؟ منين يا ناهد؟ منين ما انت عارفه كل حاجه؟ وانا مالي؟ اتصرف شوف لك شوفه، انا مش مسؤوله. الله دي مؤامره بقى، مؤامره.
قعدت تجرجريني لغايه ما اتجوزك، وبعد ما اتجوزتك تروحي قلبي على الوش التاني. انا انا اللي جرجرتك ولا انت اللي جيت لي زحف على ايديك ورجليك؟ مؤامره والله مؤامره. بقول لك ايه، قبل ما تنزل تسيب مصروف البيت فاهم، والعربيه اللي تحت دي ما تحطش رجلك فيها، دي مش بتاعتك يا استاذ. اهو مؤامره 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 مؤامره. يا اخي يا اخي يا اخي خلي عندك شوق، هي حكايه كل ساعه توقف في صوتك. يا حبيبي تعالى ما تمدش ايدك عليه، لا هو ولا اخته، انت بتضربه وانت قاعد في بيت ابوهم، اما حاجه بارده صحيح. هي حصلت؟ طيب هو ال ايوه يا فندم الكابتن راحت. هو ال خمس تلاف جنيه يا فندم انت عديتهم؟ لا تقريبا يا فندم. انت مالك؟ انت ضرايب؟ لا يا فندم. انت تأمينات؟ انت لا يا فندم. انت شرطة سياحة؟ لا يا فندم، دي شرطة. هو يا فندم ال اتفضل يا استاذ روح سوق. لا يا فندم 5000 جنيه فعلا. انت عديتهم؟ لا يا فندم. انت ضرايب؟ لا يا فندم. انت تأمينات؟ لا يا فندم. انت شرطة سياحة؟ لا يا فندم، دي شرطة. هو فندم شغل تحت امرك. بقولك ايه، تعالى هنا تحت امرك. متأكد يا مخلوق فعلا نزل علينا نقطة 5000 جنيه؟ يا ولا يا ولا
تتدلع يا ولد. 5000 جنيه كل ليلة ينزل عليها نقطة؟ ده أنا قبل ما أمشي بالفندق دوت أنا اللي هينزل عليا نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلك اللي بيحصل ده يا بنتي يا بنتي ما حدش عارف ظروفه ايه. ظروفه ايه اللي تخليه يبات بره بيته باليومين والتلاته؟ يا بنتي شغله كده. شغله؟ طيب انا معاكي اقول بيطبق في شغله، لكن ابنه المسكين العيان ما يسالش عليه. يرضي مين ده؟ يرضي مين ده؟ الله. وبعدين بقى انا اللي عايز اعرف. لا بعدين، وبصراحه بقى انا الفار ابتدى يلعب في ابني. يعني ايه بقى؟ يعني اكيد لايف على واحدة تانية. لايف على واحدة تانية، بس انا مش هسكت، اجيب عليها بطيها. يا بنتي يا بنتي لم الدور بقى، وما تخليش مخك يودي يمين وشمال في كلام فارغ. ما تخربيش بيتك بايدك. بيتي؟ هو انا حاسة انه بيتي ولا حاسة اني متجوزة خالص؟ مش كده؟ عامل يا لو يسلغ عليك قوي قوي خالص. وابعت لي طيبك وانا اقول لك تتدلع يا ولد يا ولد. فين؟ بس انت بتبعت حاجة؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ مستشفى شوي بدون الأغذية والمشروبات. من ساعة ما جت فكرتك رندتك وهو لازق لنا ومش عايز يفارقنا. أربع تلاف وخمسمية. 4600. 5000. واضح انه معجب بيها جدا، واحتمال كمان انه عاوز يتجوزها. يتجوزها؟ معقوله؟ مش معقوله ليه؟ لما في حد ما معجبش بيها ده حتى الزباين كلهم هيتهبلوا عليها. واللي شبكنا مساء الخير. خلصنا شبكنا خلصنا. ايه ابنك رايق ومبسوط على الاخر؟ مش بقول لك لايف على واحده تانية يا اختي؟ بلا خيبه، هو قادر يصرف على واحده لما هيفتح بيت تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا انا يا اخي مش فاهم منك حاجه. ساعة دلوقتي عمال ترغي معايا، عمال توديني وتجيبني وترجعني وانا مش قادر افهمك. في ايه؟ عايز مني ايه؟ اسيب لك الاوتيل وامشي ارجع الغردقة تاني؟ بس اتفضل الاول حضرتك اقعد. مش هقعد. لا ما هو لازم حضرتك تقعد يا اخي. مش هقعد. الله. ما هو المفروض سيادتك لما تقعد وانا اقعد، لما احنا الاتنين قاعدين حضرتك. طب ما تقعد انت.
انا اصلي بس كنت عايز اعرف، صحيح حضرتك معجب بيها؟ هي مين دي اللي انا معجب بيها؟ رندا المطربه. معجب بيها وهتجوزها، دخلك انت ايه يا راجل؟ ده انت عندك بنات قدها، هتتجوز واحده قد بنتك معقوله؟ وليه لا يا اخي؟ انا راجل حاسب بقى لي 10 سنين، من حق اتجوز تاني واشوف نفسي. مالك انت؟ دخلك انت ايه تقوم تتجوز مطربه؟ مطربه تبهدل نفسك على اخره ايامك؟ انت راجل وقور وذو مركز يا راجل. مطربه ايه؟ هتشتغلها طبال؟ هتمشي وراها تلم النقطه؟ لا مش امتك، احسن خليك عازب، بلاش تبهدل نفسك. غسل ايدك انت، مالك انت؟ الله، حاجه تخصني؟ دخلك انت ايه؟ انا ورندا هنتجوز كده اهو. يا راجل تبهدل نفسك؟ هتلم لها ايه، النقطه ولا هتشتغل وراها طبال؟ البنت دي وافقت؟ دي مسألة وقت، المهم انت تشيلها من دماغك. لا يا استاذ، انا بقى مش هشيلها من دماغي، واعمل اللي انت عايزه بقى. الجواز ده اسمه ونصيب، هزعل قوي لو ما جيتش الفرح وشهدت على عقد جوازي. كنسل ايدك، مش هشهد انا على عقد جوازي ولا غيره، اللي تشهود يعني. سلام، أحلى شهر عسل قضيته في حياتي، زي القمر والله، زي القمر. إيه ده؟ إيه اللي أنا شفته ده؟ مش ممكن، ده أنا شبعت في الشهر ده جامد يعني خالص. الله، بقولك إيه بقى، أظن من الصبح حبيبتي إيدي في إيدك ومع بعضينا على الشغل. أخص عليك يا مخ، شغل إيه اللي بتكلمني فيه دلوقتي؟ ألا انت حبيبتي مش المفروض مطربة؟ وبعدين بقى المفروض يعني تنزلي بقى شغلك بقى وتشوفي أكل عيشك، ولا يعني كفاية حبيبتي قعدتك في البيت كده برضو يا مخ؟ ده انا يا حبيبي ما صدقت ان انا اتجوزت عشان اعتزل الفن. طول عمري كنت بحلم ان يكون لي بيت وزوج واولاد اخدهم في حضني واربيهم. طب والفن؟ فن ايه يا حبيبي؟ فن ايه وطرب ايه ومغنى ايه؟ انا كفاية عليا قوي يا حبيبي ان انا اغني لك لوحدك. ها تحب تسمع ايه؟ اسمع ايه؟ قولي لي، تحبي تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ تلبس ايه؟ تصرف ايه؟ يا هانم انا متجوز مطربة بينزل عليها النقود زي المطر، مش ست بيت. الله يا حبيبي، وانت تكره ان مراتك تكون ست بيت؟ وبعدين انا عمري ما فكرت ان انا اكون فنانه، ده هي جت معايا كده بالصدفه. جت معاك بالصدفه؟ ايوه حبيبتي، بس انت بينزل عليك فلوس زي المطر، نقوط مش اقل من 5000 جنيه. وايه يعني يا حبيبي؟ 5000، 10000، 100000 جنيه، كل ده ما يسويش لحظه حلوه اقضيها في بيتي مع جوزي واولادي. بس جوزك واولادك محتاجين المام الفلوس يا هانم. اسمع بقى يا مخ، انا اعتزلت الفن خلاص ومش هرجع له تاني، وده قراري. استريح بقى. استريح؟ انت عايزين ارتاح بقى؟ انت مستنيه تتجوزيني عشان تعتزلي الفن؟ ما شاء الله، انت تعتزلي وانا بقى في الطراوه. مؤامره، والله مؤامره. الله الله، سعادتك سايب شغلك في الروم سيرفيس وقاعد هنا؟ تعبان، قلت اجي اريح شويه واشرب كوبايه شاي. يا سلام، استراحه هي ولا جنينه عشان كل واحد يتنطط لي فيها شويه؟ رفض، ارجوك سيبني في حالي. المتر رفض. بعدين يلا اتفضل روح شوف شغلك، والا قسما عظما هكتب فيك مذكره للمدير، وانت عارف بقى، انت عارف كويس قوي انه ما هيصدق.
هيعمل فيا ايه اكتر من اللي عمله؟ رقاك وبقيت متر ونزلني انا وبقيت كابتن، ونقلني كمان من الكافتيريا للروم سيرفيس. لا لا، المره الجايه هتلاقي نفسك في الشارع. ارجوك يا رأفت. المتر رأفت، اتفضل اتفضل بقى قوم شوف شغلك يلا. كده رأفت هي دي الصداقه؟ دي الصداقه اللي انت هتجنني بيها دي؟ على فكره انا كنت واخد فيك الم كبير قوي. لا ده مش الم واحد، دول تلات الام. انت طلعت ولا حاجه، لا بتفهم لا في الصداقه ولا في الذوق ولا في الستات. الله يخرب بيتك يا رأفت. المتر رأفت ها؟ بس كده؟ الله يخرب بيتك يا متر رأفت. شيري هاني محمد الله على السلامة يا فندم. الله يسلمك الله يسلمك، تفضل متر مخلوف. كابتن يا فندم كابتن. أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة ست الكل. يعني بقالك مدة كبيرة قوي يا شيري هاني ما نزلتيش مصر. ظروف. أنت المهم كيفك؟ الحمد لله. يعني تعرف حضرتك احيانا الشغل بتاعنا يخلي الواحد كده او كده، بس الحمد لله كويس. لا فيك شيء متر مخلوف، فيك شيء. شو فيك كابتن يا فندم؟ كابتن ليش عم تبكي؟ تعال يا حبيبي تعال تعال يا عيوني تعال بدي احكي معك يا حبيبي تعال. شو فيك انت؟ لو بتعرف قديش انا بعزك وبحبك. ايوه بس انا دايما ببقى ايوه. ما هو ان شاء الله يعني طب ليه لا؟ هتجوزها واسافر معاها بيروت واشتغل بقى مع الفي اي بي. ايوه واسيب الجمل بما حمل اتخانات ثلاثة مسكين في زمارة رقبتي. أيوة هي دي اللي هتحليلي كل مشاكلي. شيري شيري يا سلام. اخيرا يا حبيبتي اخيرا اتحققت كل احلامي. حقيقي بتحب مرتك يا حبيبي؟ مرتي بحب مرتي وبموت في مرتي. على فكره من بكره هحضر كل اوراقي واكون جاهز تماما على السفر. انت ناوي على امتى ان شاء الله؟ ناوي على شو؟ السفر بيروت. اي سفر؟ انا مش رح سافر من مصر، انا رح اقعد في مصر واحول البزنس كله تبعي لهون. لهون؟ هون؟
ايه الحكايه؟ انت كمان مؤامره تتطبطب العروض، العروض بتاع بيروت. شو عروض حبيبي؟ انت شو بدك؟ انت بدك اوتيل؟ انا رح اشتري لك هذا الاوتيل ورح اكتبه باسمك من بكره الصبح وحيبقى لحالك. بالراحة عليا شيري، انا مش قد الكلام ده. انت بتتكلمي جد؟ ايه وحياتك رح يبقى لإلك لحالك الاوتيل ده؟ ايوه لحالي؟ ايوه مش ممكن. يبقى مفيش داعي بقى مروح بيروت والكلام ده كله. والبي اي بي ولا تعرفوا احسن من ما تعرفوه؟ طبعا يا عيوني طبعا. يا سلام يا شيري، احملك يا رب. لحظة واحدة حبيبتي، لحظة واحدة، حد أكيد من الأوتيل عاوز يعمل لي سربرايز. استنى، ملحوق على إيه؟ أوكي ملحوق على إيه يا أخي؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ لا لا لا، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إيه ده؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ أنت قالع اليونيفورم، لابس لي بورلوس، أنت داير لي في أوض النزلاء، داير لي في أوض النزلاء يا أخويا. ليش كده يا أخويا؟ في إيه؟ لا يا حبيبي، لا ما تفهمنيش غلط، فاهم؟ ما تفهمنيش غلط، ما تقعدش تعمل لي كده، لحظة واحدة. قبل ما تتكلم بص يا حبيبي، شوف دي إيه؟ شوف دي، ده عقد الجواز، أنا متجوز، الهانم مراتي على سنة الله ورسوله، أيوة شرعاً، قبل ما تعمل حركة مندي ولا مندي أبقى أسأل، وتروح تجيب لي الأمن والبوليس وتلم لي لمة، ها؟ مراتي، يلا حبيبي. يلا حصل خير حضرتك الظابط، دي مراتي ما تقلقش، مفيش مشكله، اتفضل ها. من بكره الاوتيل ده هيبقى الحال يا حبيبي، وهعرفك شغلك كويس قوي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه الحكايه حضرتك الظابط؟ الهانم اللي حضرتك اتجوزتها تعتبر من اكبر مهربي الاثار في العالم، واتجوزتك عشان يبقى لها وجود شرعي هنا وتسهل لها عمليه التهريب. ما معقوله؟ لا تصدقهم يا جوزي، لا تصدقهم، هدول كذابين كذابين. بنتي، لا بنتي كمان، لا دي مؤامرة، مؤامرة والله العظيم مؤامرة. مخلوف، ايه اللي حصل يا مخلوف؟ بسيطة ان شاء الله، بسيطة. مخلوف طمني، ايه الحكاية مخلوف؟ شدة وحتزول إن شاء الله، حتزول. مخلوف تعال، هو إيه اللي أنا سمعته ده؟ خير إن شاء الله خير. إيه الحكاية بالظبط يا حضرة الظابط؟ إيه الحكاية حضرة الظابط؟ هي إيه تهمته بالظبط؟ لحد دلوقتي ملوش تهمة، ده جاي مع مراته ومهربة الآثار. أنتوا إيه؟ مراته دي ست لبنانية اسمها شيرين شوكة. مخلوف مخلوف، طلقني يا مخلوف. عن إذنك طلقني. أنا تعبت زهقت. خدي حضرة الضابط، أنا ضميري صحي وهقول الحقيقة، أنا المسؤول الأول عن سرقة آثار مصر، وأرجوك أبوس إيدك، أقبض عليا.